الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. مشايخنا، في الأوقات المكروهة بدي ألخص لكم إياها، إذا ركزنا فيها خمس دقائق بنحلها، وإذا ما ركزناش ولا تفهم. هذه الفكرة من أصعب الأفكار في الصلاة، بس إذا ركزنا تنحل، يعني مش صعبة، بس إذا ما ركزناش ما بتنفهم. الأوقات المكروهة، ركزوا معي، عندنا ثلاث جوانب فيه. الجانب الأول الثلاث أوقات، هنعبر عنه. الجانب الثاني الوقتان. الجانب الثالث نعبر عنه بالأوقات العامة. إذا في عندنا في الكراهة ثلاث أبواب. أول شيء ثلاث أوقات، وقتان، أوقات عامة. تعال نبحث ثلاث أوقات، ثلاث أوقات، نبحث الثلاث أوقات. الثلاث أوقات يا مشايخنا، الثلاث أوقات، الثلاث أوقات التي هي بعد طلوع الشمس وعند الزوال وقبل الغروب. يعني بعد طلوع الشمس ثلث ساعة، بعد طلوع الشمس ثلث ساعة، قبل الغروب ثلث ساعة تقريبا يعني، وعند الزوال شوي قليل، ممكن نقول دقيقة يعني، مش مشكلة، نص دقيقة، هو وقت الزوال مباشرة. هاي الأوقات. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدر ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر. وبالتالي إذا كنت أصلي الفجر طلعت علي الشمس، صلاة الفجر صحيح. من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، كنت أصلي العصر ودخل المغرب، صلاة العصر صحيحة. جاء حديث معارض له، وهو حديث عقبة بن عامر، إنه نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. حديث عقبة بن عامر يعني فيه استفاضة وشهرة وقوة كبيرة جدا، وينهى النبي نهي بات عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وجاءت أحاديث تقول تصح الصلاة. فالأحاديث تعارضت. نحن عندنا في الأصول عندما تتعارض الأحاديث نتركها ونذهب لمين؟ للقياس. أخرجنا قاعدة في القياس، ركزوا معي القاعدة في القياس إيش هي. اللهم صلي على سلم، كل ما وجب وجوبا كاملا يؤدى أداء كاملا، ما وجب وجوبا كاملا يؤدى أداء كاملا. اكتبوها بالله، ما وجب وجوبا كاملا يؤدى أداء كاملا، ما وجب وجوبا كاملا يؤدى أداء كاملا، ما وجب وجوبا ناقصا يؤدى أداء ناقصا، ما وجب وجوبا ناقصا يؤدى أداء ناقصا. إذا في عندنا في القاعدة فكرتين مشايخنا، فكرة وجوب وفكرة أداء. متى تجب الصلاة علي؟ مرت معنا لحظة الشروع، يعني أنا عندما أقول وجبت في هذه اللحظة صح؟ الصلاة تجب عندنا لحظة الشروع، عندما قلت الآن وجبت، هاي لحظة الوجوب. الأداء هو إخراج الصلاة للواقع اللي هو أفعالها كاملة. فأنا عندما قلت الآن وجبت ثم أديته، طب عندما قلت يعني شرعته، هل هذا الوقت فيه نهي ولا يجب فيه نهي؟ إذا كان في نهي في الوقت في لحظة الشروع وجبت ناقصة، إذا ما في نهي وجبت إيش؟ كاملة. إذا نقول كاملة إذا شرعته في وقت لا نهي فيه، ونقول وجبت ناقصة إذا شرعته في وقت فيه نهي. أفعال الصلاة إذا أديت في وقت ما في نهي بالمرة فكون أدائي كامل. إذا كان في فعل من أفعال الصلاة أديته في إيش؟ نهي، صار أداء ناقص. إذا عندما نقول أداء ناقص أديت مع وجود النهي، وجود النهي كوقت. وجوب كامل، أداء كامل، أديت الأفعال كاملة وما في عندي إيش؟ نهي في الوقت، لاحظتم؟ والشروع اللي هي الوجوب حكينا هل شرعت في نهي أو لا يوجد نهي. تعال نطبق، عشان أنا عندما أشرع في صلاة الفجر ما في نهي في وقت الفجر صح؟ فوجبت علي وجوب إيش مشايخنا؟ وجبت وجوب كامل، أديت في وقت الفجر وجبت كامل وأديت كامل، شو الحكم؟ صحيحة. شرعت في وقت الفجر في آخر وقت الوجوب وجوب كامل، وأنا أصلي طلعت الشمس، فراح أؤدي ركن ركنين فعل فعلين مع النهي صح شيخي؟
وجبة كامل وأديت ناقص بطلت. بطلت لأن الوجوب كامل أداء كامل، فهي وجبة كاملة علي لازم أديها كاملة، فأنا شرعت كاملة بس أديت فعل من أفعالها كان في نهي فصارت ناقصة فبطلت. رأيته؟ طيب هاي انتهينا من هذا. الآن نروح للمغرب للعصر. في العصر شرعت في وقت العصر أداء، في خل نقول في آخر وقت العصر، شرعت في آخر وقت العصر. عندما شرعت في نهي وجوب ناقص، أذن المغرب علي بعد أذن المغرب ما في نهي، بعد المغرب ما في، فأصلا أنا بس شرعت راح أكون أديت بعض الأفعال ناقصة، ثم بعد أذان المغرب صارت كاملة، يعني كام ناقص ثم انتقل إلى كامل لا تنقص. فلاحظ الفجر إذا طلع الفجر الأسد طلعت الشمس تبطل على قاعدة الحنفية، والعصر إذا دخل وقت المغرب لا تبطل لأن العصر كانت ناقصة صارت كاملة، والفجر كانت كاملة صارت إيش شيخ تفضل صارت ناقصة. إيش حلوة الفلسفة فهمناها، بس نفهمنا فهمنا قاعدتهم يعني كأنه الأعمال بالخواتيم. لا مش شرط بدك تحفظها يعني كاملة، ختمتها في نهاية مع دخول خاص بطلت، ختمتها في واجب بالضبط. مش عارف أقول لك صح ولا لا، خليكوا على القاعدة أفضل. الآن بدي أعطيكوا تطبيقات أخرى كثيرة، هاي قاعدة عندنا قاعدة كبيرة، يعني راح أعطيكوا أمثلة الآن عليها في الصلاة وفي غير الصلاة. مثلا شرعت أنت في النافلة مش الفريضة في وقت النهي، يعني أنا بعد ما طلعت الشمس الآن أريد أن أتنفل لوجه الله، وجبة ناقصة صح؟ أديتها ناقصة صحيحة، بس أنا آثم ليش؟ لأن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، بس أنا شرعت فيه ناقص وأديت ناقص صحة، فهمناها؟ صحة شرعت ناقص وأديت ناقص صحة، فهمناها؟ الآن تعال نروح على صلاة الظهر، جيت بدي أقضي صلاة الظهر لاحظوا قبل غروب الشمس بعشر دقائق ما بزبط، لأن صلاة الظهر شو واجبي في ذمتي؟ كاملة في ذمتي، الصلاة إذا ما شرعت في الوقت بتجب علي في ذمتي في نهاية الوقت صح؟ ففي نهاية وقت الظهر ما في نهي فوجبت كاملة، وبالتالي لا يجوز أن أقضي شيء من صلوات الفرائض في وقت النهي اللي هو طلوع الشمس وغروب الشمس، لأن هي واجبة في ذمتي. حتى الفجر إن لم أصليها في وقت الفجر وشرعت فيها بعد طلوع الشمس هي واجبة في ذمتي دين صح؟ كاملة ما بصير أصليها في هذا الوقت، الذي وجب كاملا يؤدى أداء إيش؟ كامل. لاحظتم كيف المعادلة نسير فيها؟ أعطيك أشوف غير يعني على القاعدة هاي. يوم العيد قلت لله علي أن أصوم، لله علي أصوم يوم عيد الفطر لله علي، فأنا أوجبت على نفسي صيام يوم العيد. طب صيام العيد منهي الصيام عنه، بس أنا أوجبت على نفسي صيام ناقص ورحت صمت يوم العيد فأديت أداء ناقص صحة وبرئت ذمتي، بس أنا آثم لأنه وجب ناقصا وأدية. بينما لو عندي قضاء أو أي صيام في ذمتي كفارة وإجيت صمت يوم العيد ما بصح، لأن واجب في ذمتي إيش؟ كامل، وبس أديته أداء إيش؟ أديته أداء ناقص. فالذي وجب كاملا لابد أن يؤدى كاملا، وما وجب ناقصا يجوز إيش؟ يجوز أن يؤدى ناقصا ويجوز أن يؤدى. بلشت تتضح المعادلة صح؟ لاحظت المعادلة الفكرة فيها. فإذا قاعدة الثلاث أوقات ما هي؟ وجب وجوب كامل يؤدى أداء كامل، وجب وجوب ناقص يؤدى أداء إيش؟ هاي قاعدة الأوقات إيش؟ هاي قاعدة الأوقات إيش مشايخنا؟ قاعدة الأوقات الثلاث. بس عشان أريحكم فيها عشان تعرف قديش عظم هذه المذاهب، احنا خلص قاعدتنا وماشي عليها المذهب ومية بالمية وفيش عندنا نقاش فيها مية بالمية، لكن وجدوا في الواقع العمل التطبيقي، ركزوا معاي، إنه العوام همه بكرشه وبفرجه هيك
مش القرآن في الأنعام بل أضل سبيلا. فالفقهاء عندنا حتى عندما يعبرون عن العوام يقولوا في الأنعام، يعني في إهمال وعدم التفات للدين بطريقة واضحة، والدنيا مستولية على قلوبهم ويركضون خلفها، يعني في جنون. فالعامي هذا، لأن أنتم لاحظتوا العامي مش نفس المصف صح؟ فوجد العوام هؤلاء، إن حكيت له طبعا هو صحي للفجر وقد طلعت الشمس، أو صحي للفجر هو يصلي الفجر طلعت الشمس، إن حكيت له ما تصلي هلأ ما راح يصلي بالمرة ولا راح يقضي، خلص راحت. يعني هو بقوم بصلي، إذا قلت له هذا الوقت ما بصير في الصلاة راحت راحت أصلا. فقالوا يفتى بهذه المسألة على مذهب الشافعي، لأن تصح الصلاة على مذهب الغير خير من أن لا تصلي. فهمناها؟ يعني هذا وجدوه في الواقع، اذا قلت لهم ما تصلي شو عمل؟ ما راح يصليها بالمره. يقول لك علي صلاه وما صليتها، يعني في الواقع وجدوا هذا مش موجود. فاذا وجدنا الواقع هكذا يقال هكذا خلاص. الان في الاوقات الثلاثه انتهينا من قصته. في عندنا وقتين مشايخنا اللي هي بعد الفجر وبعد العصر، بالله ركزوا فيهم، بعد الفجر وبعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة نهى عن الصلاة، لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر. نهي واضح. النهي هذا اختلفوا في تأويله، يعني في إيش؟ بيان علة. نحن كحنفية شو جعلنا العلة في ذاته؟ قلنا النهي محمول على ما وجب لغيره لا على ما وجب لعينه. ايش معنى الصلاة الواجبة في نفسها؟ هي بنفسها واجبة، مش انا اوجبتها، هي تصلى بعد الفجر وتصلى بعد العصر، وبالتالي يجوز ان تقضي الصلوات بعد الفجر والعصر، يجوز صلاة عليك قضاء تصليها يجوز. بس الصلاة هي نافلة، هي اصلا نافلة، فانت عندما تشرع توجبها على نفسك صح؟ هذه لا تصلى بعد الفجر ولا تصلى بعد العصر، لذلك بعد فريضة الفجر لا نتنفل أبدا. بس يجوز أن أقضي فجرا أو عصرا أو أي صلاة أردته يجوز، وبعد العصر لا أتنفل أبدا. حتى كان قضاء نفل الراتبة، قضاء الراتبة مثلا في الفجر الراتبة هو واجب في ذمتك، هو واجب، أنت لم توجبه فهو واجب بنفسه، لاحظتها؟ هو واجب، يعني أنت مش الآن أوجبته، هو أصلاً واجب قديماً، فهذا توصل، بس ما توجبه الآن لا يصل. فهمناها؟ فصار عندنا قاعدة الوقتين ما هما؟ فيهما لا نصلي ما وجب لغيره ونصلي ما وجب إيش؟ بنفسه أو بعينه. خلصنا منها؟ لا تصليها، لا تصليها إلا إذا شرعت فيها. يعني في عندنا قول سنة الفجر، أنا جيت متأخر مضاف مش راح ألحد، بقول هذا قول يعني وعليه عمل حقيقة، إن وبعض العلماء أنكروا، أنا جيت مش راح ألحد الفجر، وسنة الفجر لها فضل ما تبدأ قضيها، فقالوا يشرع فيها كحيلة، تقول الله أكبر، عندما قلت الله أكبر فيها أوجبت على نفسك فتقضيها بعد الفجر كحيلة يذكرونها، هاي كحيلة يعني يذكر. بعض فقهنا أنكر وقال لا يجوز يعني في هذه. إيش يا شيخ أسامة؟ بعض السنن المرتبطة بالأوقات أو الأماكن، مثلا زي المسجد أو سنة الوضوء، يعني رجل دخل هذا كله سنن شيخ أسامة، كلها سنن كلها. بس طيب ركزوا معي الآن، سجود التلاوة اعتبر مما وجب بنفسه بعينه لا ما وجب بغيره، لأن أنا بقرأ عرب الله، بقرأ القرآن طلعت لآية التلاوة يكره أن أتركها، قرأتها، فيجوز سجودها بعد صلاة الفجر ويجوز سجودها بعد صلاة إيه؟
العصر اللي هي سجود سجود ايش؟ سجود التلاوة يجوز. فهمناها؟ فهمنا. طيب خلاص خلصنا الاوقات ثلاث اوقات وقتين، واخر واحدة اللي هي حكينا الاوقات المكروهة العامة. الاوقات المكروهة العامة مشايخنا اللي هي اذا دخلت المسجد لا صلاة ولا كلام، هذه يوم الجمعة إذا الإمام صعد إلى المنبر لا صلاة ولا كلام، مثلا عند مدافعة الأخبتين يكره مثلا الصلاة بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب قبل الفريضة يكره التنفل. طبعا يكره التنفل متى شيخي؟ إذا كنت بسبب نفلك ستؤخر صلاة المغرب، بس أنت في مسجد وهم يقيمون بعد 10 دقائق بعد 5 دقائق فصليت أو ما صليت راح تتأخر، هل يكره؟ لا يكره. فهمناها؟ احكي شيخي. بس عشان سنة الفجر ايش؟ يقول بعد الفجر مش، فكيف بقضي؟ لا تقضى إلا مع الفريضة. الآن على قول محمد الحسن بعد طلوع الشمس وانتهاء وقت الكراهة تصلي لوجه الله. يعني قال يعوض موجود عندنا. حديث المسجد بعد العصر ما في عندنا. بعد العصر ما في نوافل. ما في نوافل. بعد العصر ما في نوافل. ما في نوافل. لا يتنفل الآن. أنتوا لاحظتوا الآن بعد العصر لاحظتوا شيء. بعد صلاة العصر منهي عن التنفل. قبل أذان المغرب بثلث ساعة الآن أصبحت كراهة بطلان، صحيح؟ والكراهة أشد بكثير. في فرق. خلنا نقرأ باب الأوقات التي قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة: لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها، ولا يصلي على جنازة، ولا يسجد للتلاوة. في هذه الأوقات إيش الأوقات هذه؟ ذكروني فيها. اللي عند الطلوع، عند الزوال، عند الغروب. ثلث ساعة دقيقة، خلينا نقول ثلث ساعة. الزوال لحظة الزوال حقيقة فقط، يعني دقيقة هكذا نقول مجاز 10 سنة. ويكره أن إلا عصر يومه عند غروب الشمس. طبعا أنا عصر يومه عند غروب الشمس في العصر، في العصر بس في عصر يومه لأنه وجب وجوبا إيش؟ ناقصا، فأنت تصليه في هذا الوقت. طب لماذا قال في عصر يومه؟ لو أنا اليوم ما صليت العصر هل يجوز غدا أن أقضي العصر في هذا الوقت؟ فهمناها؟ لماذا؟ صدقت. ممتاز. العصر نحن عندنا وجوب الصلاة في الذمة بثلاثة أشياء: واحد عند بالشروع فإن لم تشرع بآخر الوقت، وفي العصر يكون الوجوب منسوب لكل الوقت حتى لا نقول وجبت في ذمتي صلاة عصر ناقصة. فهمناها؟ لأنه آخر وقت العصر منهي عن الصلاة فيه، فلا نقول ثبتت في ذمتي صلاة عصر ناقصة، نقول ثبتت صلاة عصر إيه؟ كاملة. صدق. طيب خلصنا. ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يكره لحد قال أن يتنفل. أنا عبرت لكم إيش وجب إيش لغيره. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد اللي هما بعد الفجر وبعد إيش العصر، ويزد التلاوة ويصلي على الجنازة في هذين الوقتين. لأن صلاة الجنازة يا شيخ أيمن بس تأتي صار الوجوب بإتيانها. فهمتها؟ صار الوجوب، فالوجوب أتى من خلالها وليس من غيرها، فصار ما في كراهة. بخلاف المنذورة وركعتي الطواف نذر، النذر وجب بغيره، أنت أوجبته صح. وركعتي الطواف، ركعتي الطواف الآن وجبت بغيره، وبالتالي يؤخر لا يصلي في هذين الوقتين. تعرفوا بعد كل 7 أشواط في العمرة أو الحج شو علينا؟ ركعتين، هذه واجبة. لا بتروح تسعى، هذه بتصلي في أي وقت، يستحب فقط أن تصلي، يجوز أن تصليها إلى آخر العمر، ويجوز أن تصليها في الأردن في أي مكان، فقط أفضلية أن تصليها هناك. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. هاي مسألة أخرى مشايخنا، بس قريب من المسألة السابقة. في أحاديث عديدة منع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من التنفل بأكثر من ركعتي الفجر. هذا قبل صلاة الفجر، لاحظتم في بعض صلاة الفجر وقبل صلاة. قبل صلاة الفجر لا نتنفل إلا بركعتي الفجر. رأيتمهم شيخنا؟ بعد طلوع بس، واعتبر الوقت مشغول بالصلاة الفريضة حكما.
انظروا ولا يتنفل قبل المغرب. بس قلنا قبل المغرب ايش معناها؟ بعد اذان المغرب، قبل صلاة المغرب، هذا اذا كانت صلاته سببا للتأخير. تأخير كيف؟ لاحظ التنفل في المغرب لتأخير، التنفل في المغرب تسرقت الماء، التنفل في المغرب لتأخير صلاة المغرب، هل تنفل سيبنى عليه تأخير أو لا يبنى؟ هذا السؤال بس الذي أسألك، سواء كان في البيت أو كان في المدرسة، تنفلك يبنى عليه تأخير أو لا يبنى؟ لا يبنى، لا يطرح. أما أنا منفرد فتنفلي يبنى عليه تأخير. الآن عرفت يعني؟ زهق يعني صايم يمكن. فهمت يا شيخي؟ مثلا أنا بذهب على المسجد وهم يؤخرون خمس دقائق، فأنا أريد أن أصلي أربع ركعات، صلي أربع ركعات لا تمنع، هم يؤخرون فلم يترتب على صلاة النافلة تأخير، فالكراهة تكون للتأخير. مين كان يسأل؟ محمد هشام. تحريم، كله تحريم، هذا ما في تنزيه، ما في تنزيه. السؤال الثاني كان سأل الأخ أسامة، أظن إنه ما في عندنا استثناءات في بالنسبة لبعد الفجر وبعد العصر إلا ما هو مكتوب، صحيح؟ ما في، ما منتنفل، ما في تنفل، تحية المسجد غيره ما في ترى. لذلك نعم ما في، صحيح. طيب مشايخنا صلوا علي. شيخ علي مش رافع ايدك انت يا شيخ علي؟ والنسيه مرفوعه وبتدور على الميكروفون عاد حلها. خلينا ناخذ دور علي. طيب يلا. حديث سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بده يخطب قال له هل صليت؟ قال لا. قال ابن قم فصلي ركعتين، ومن دخل المسجد الامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. في حديث وارد انه نحن نقول يكره للشخص ان يتنفل بعد خروج الامام او بعد صعود الامام على المنبر. طب ورد روايات احاديث ان النبي قال لصحابي قم فصلي ركعتين. طيب على ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بهذا الحديث؟ اول شيء هذا حديث احاد، ونحن نستدل بعشرات النصوص التي افادت القطعية. فحديث احاد مقابل لأدلة عديدة تفيد الـ يعني الشهرة والاستفاضة لا يقبل، خلاص. اثنين، هذا الحديث في روايات صريحة فيه شيخ أسامة انه كان الرجل هذا فقير وملابسه رثة، فقال لهم النبي قم فصلي ليراه الصحابة ويتصدق عليه. وفي رواية كان على ما اذكر عند النسائي قال تصدقوا على اخيكم. فهمناها؟ فالحديث معلول انه لبيان حاله، وفي صراحه في بعض الروايات بالتصدق عليه، وبالتالي نحن تمسكنا باحاديث الانصات، لانه قولك لاخيك انصت، لاحظ، فقد لغوت يعني، لاحظوا كم. والامام يخطب، وتامل الامام يخطب وهذا يصلي وهذا جالس يعني، فلا تمسكنا بها. مشايخنا هيك بنكون نحن انتهينا من مين؟ من المكروهات. مشيت المكروهات حلوات يعني، خلص انتهينا من، الحمد لله الله سهلها علينا. الآن بدنا ننتقل للسنن. السنن لا، السنن سهلة وميسورة وبتقرأوها لحالكم. باب النوافل. السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، هاي سنة. إيش يا شيخ أيمن؟ مؤكدة. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة واجبة، وهي السنة الوحيدة التي لا تصلى قاعدا، لازم قائم، لأنه في قول واجبة، ديروا بالكم، فهي آكد السنن لا نتركها أبدا. قبل الظهر كم نصلي؟ أربعة. أنتم متعودين ثنتين يمكن أشوف؟ أربعة. حلوات أربعة، والله زينات كلهم ركعتين لوجه الله هيك زيادة. أربعة. وبعد الظهر ركعتين، وهي مشايخنا سنة مؤكدة لا تترك. أربعة متصلة، الأفضل. أربعة متصلة، احفظوها. أربعة.
متصلة. وكله فتحة وصورة، دائما النافلة فتحة وصورة جميع ركعتين، بس أربعة متصلة، أربعة متصلة. وبعد الظهر ركعتين. ومشايخنا يعني هاي أنا برجع مثلا السنن المؤكدة لا تترك بدون جلسة الأربعة بجلسة السنن المؤكدة إيش؟ سمعت يا شيخات؟ السنن المؤكدة لا تترك حقيقة، هاي سنن مؤكدة كان فيها عليها مواظبة كاملة. فلا نريد أحد إيش يقول لك سنة، هي فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب في الذمة، لكنه بيواظب عليه. وفي كلام بإثمه، في كلام بإثم تاركها، ترى في كلام مش إنه يعني مقطوع بعدم الإثم. وحتى قال المواظب على تركها ممكن عدم قبول شهادة يعني، فلذلك لا تترك. وترى الموضوع مشايخنا موضوع بس تعود نفسك بس، مش أكثر. مشغول مش مشغول، هذا كلام فاضي يعني، فيش إشي يشغل عن عبادة الله عز وجل، بس مجرد تعود نفسك مدة خلاص بتعتاد. الناس يصلوا أربعة أنت بتصلي ثمانية سهل يعني، تصلي عشرة خلاص. ترى الإنسان ابن عادته يعني، ابن عادته، اللي بقصر على التنتين بقصر على العشرة نفسه، اللي بصلي ثمانية تراويح واللي بصلي عشرين نفس الشيء، هي عادة اعتاد، هذا يصلي، لم يعتد لا يصلي. وكل عادة فيها خير لازم شو نعمل فيها؟ نمسكها. والشاطر منا اللي بزيد من عاداته في الخير، والمش شاطر اللي بسلم لنفسه، فمرة بتوديه على الطبخة ومرة بتوديه على العرس ومرة بتوديه. فدائما زد من عاداتك في فعل المعروف والخير. ما في قول انه اربع بعد الظهر يستحب الركعتين الثانيات يعني، صراحة يمر معنا اربع تنتين مؤكدات وتنتين غير مؤكدات. نحن الان لسه لازلنا من ناور في المؤكدات. ماشي مشايخنا؟ ترى نحن بندرس هذا الشيء بتعرفه بالدرجة الأولى، لا خير في علم لا عمل له. وبالتالي ونحن بفضل الله عز وجل يعني هذا بنعتبره دين، فبالتالي ندرسه عشان نعمل فيه، ويكون دراستنا سبب لزيادة إيش سننا، وراح تجد يعني حلاوتها وأثرها في حياتك، وفتح أبواب الرزق وتسهيل الحياة وتيسيرها أكثر من أنك راح تركض وتلهث هالدنيا. وكلها قديش؟ ركعتين دقيقة، دقيقة ونص، كثير يعني. يلا ركعة دقيقة بتأخذ مش إشي يعني. طيب أربعة قبل العصر، لاحظ هاي مؤكدة، أربعة قبل الظهر وركعتين العصر. مشايخ طبعا الحديث موجود في الأسفل، أنا ما بقرأ لأنه موجود في الأسفل، وما شاء الله عندكم أنتم كلكم محبين بتقرأوا. أربعة قبل العصر اكتب عليها مستحبة، مستحبة. هذه قبل شوي ما من قبل شوي ما بنناقش فيها، هاي السنن يعني ما بدنا أحد، نسأل الله عز وجل، شخص الله عز وجل رزقه علم الشرع وصار يهتم فيه، السنن ما بتركها أبدا أبدا، ما بتركها أبدا. ممكن ضرورة مرض شديد يعني معاناة كذا، بس ما بترك السنن، السنن يحافظ عليها. الآن المستحبات هاي اللي بدنا إيش همتنا فيها يعني، مستحب يعني إن شاء الله الفالح منا أكثر من الثاني بتلاقيه كمان بفوتهاش، نسأل الله يقدرنا وياكم عليها. وإن شاء ركعتين يا بصلي أربعة قبل العصر أو ركعتين، هاي مستحبة. بس السنة المؤكدة من رحم الله امرئا رحم الله امرئا أتى صلى أربعا قبل العصر في صحيح ابن حبان. إيش إيش هي قبل العصر؟ لا لا لا، هي عن النبي كمان. العصر لا عودة في عادة جديدة بالحلال يعني انت. دير بالك سيدي، يعني يستحب تأخير صلاة العصر إلى حتى تصبح الشمس سمساء نقية، لأنه حتى تكثر من النوافل. نحن خلي على الله يعني. وهذا شيء متوارث عن النبي أنه كان يؤخرون العصر لأن دائما يكثرون الصلاة يعني. وفي روايات هاي أمامك، هاي الحديث أمامك، وركعتين بعد المغرب، هاي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة المغرب. وفي عندنا صلاة الأوابين أو غيرها قبل بعد المغرب ست ركعات يعني كل واحد. لا ما وصلت يعني عند المغرب لسه، بقول لكم المغرب الآن. الظهر حكينا أربعة قبل وثنتين بعد، وفي ثنتين مستحبات، فيعني خير يعني. إذا أنت ما شاء الله استطعت تنجح مع نفسك وتجيب أربعة كمان بعد حلوات. الأربعة بعد الصلاة
متصل متصل دائما الأربعة نحن مع بعض. أبو حنيفة دائما الأربعة. دائما جلسة هي يعني هاي زي السلامة. بعد شو رح تجينا؟ هاي رح تجينا. الآن بعد المغرب حكينا ثنتين مؤكدات شيخاتي. ثنتين مؤكدات. وإذا صاروا أربعة وصاروا ستة بصير خير وبركة. حلوين. والله كل يعني كلهم يزيد لك أربع صلوات بعد يعني نفل بعد المغرب زيادة على الثنتين حلوات صح ولا لا؟ مع الأيام بيجمع ليرة زاد ليرة. سوي ثروة يعني. زيد. وأربعا قبل العشاء، الأربع قبل العشاء مستحبة هاي مشايخنا. قبل العشاء مستحب. لأنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وعند أبي حنيفة الأفضل في صلاة الليل والنهار دائما أربعة. لأن الأربعة أدوم للتحريمة. لأن إذا قلت بدي أجيب ثنتين وأجيب ثنتين يمكن بعد الثنتين على السريع يجيك الشيطان شو يسوي لك؟ يقول لك الطبخة الأكل الشربة يدومها. بس لا الأربعة مثل ما بحكوها ثلاث شواحل يعني. يعني قبل ما يدخل الشيطان ويحزنون ومصبطه يعني تمشي. ترى النفس يعني بدك تضل تحتال عليها. النفس كالطفل كالطفل بدك تضل تحتال عليها. بتثبتها بتثبتها ركعتين بعدين بتمسك عليها خلاص بتضل ماشي. فبدك تتعامل دائما مع نفسك كشخص اخر يعني وتحتال تضلك تجذبها بالخير يعني جذبتها بشيء ثبتت عليه تزيد لها شيء ثاني وهكذا. الشاطر منه اللي بضله يدارف هالنفس ويحملها حتى يموت له ما شاء الله صار عنده ايش نوافل وصلوات وعبادات وصيامات بديعه ما شاء الله عز وجل. وتغير سلوكه ما عاد نظرته زي الناس وتفكيره زي الناس نضجه اختلف حياته. بس هذا اللي عنده يعني ايش ديمومة في ايش مجاهدة نفسه والزيادة عليها من الخيرات بدها تعب. نسأل الله يقدرنا وياه. واربعا قبل العشاء واربعا بعدها بعد العشاء الثنتين مؤكدة بس الثنتين الثانيات ايش مستحبة. فالمؤكدات نرجحهم نرجع لهم ثنتين قبل الفجر اربعا قبل الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب بعد العشاء تنتظر مؤكدات. البقية كلهن ايش مستحبات وانت وهمتك. ونحن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن وهمتنا في زيادة الخيرات. خلصنا مشايخنا؟ خلصنا منها؟ هذه هاي الاحاديث والروايات والمناقشة فيها امامكم اقرؤوها كما شئتم. الان نوافل النهار ان شاء صلى ركعتين فيها اشي؟ بتسليمة واحد وإن شاء صلى أربعة يعني بصير في النهار صلي ركعتين ركعتين. طبعا مشايخنا الأصل في العبادات حكينا إيش المنع الفعل ديروا بالكم هاي قاعدة الوهابية والمش لدارجة عند الكل بعيد ومش دار عن حاله ديروا بالكم الأصل في العبادات الفعل أنت وهمتك. بس الأوقات اللي حكيناها عند طلوع الشمس الثلث ساعة عند غروب الشمس الثلث ساعة وبعديها حطها السجادة وابقى صلي ايش الف ركعة. ترى مروا كثير عن السلف 500 ركعة ومئة ركعة هاي زي السلام عليكم عند كل الصالحين يعني. فانه طول وقت يصلي هنا 100 ركعة هذا عادي حاط السجادة يصلي خير. فانت مش ممنوع من الصلاة بس وقت النهي ما تصلي مفهوم. عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس الثلث ساعة ثلث ساعة باقيها ابقى صلي بين المغرب والعشاء 20 ركعة خير. انت حبيت تصلي وتعبد الله عز وجل وتجاهد نفسك على الخير فيها اشي. وبالتالي انت وانت تتنفل في النهار حبيت تصلي ثنتين ثنتين خير. حبيت تصلي اربعة اربعة خير. بس ابو حنيفة بيحكي الاربع افضل يستحب في الليل والنهار عند أبي حنيفة أربعة لأنها أدوم للتحريمة. النبي ورد عنه صلى ثنتين ورد عنه صلى أربعة. أبو حنيفة تمسك بالأربعة لأنها أفضل وأحسن وأبعد للشيطان. فلذلك فأما نافلة الليل ليل ركزوا معي يجوز أن تصلي ثنتين ثنتين أربعة أربعة. طبعا دائما بعد كل ركعتين في تشهد هاي مفروغ منها صح مشايخنا. ثنتين ثنتين أربعة أربعة ستة ستة ثمانية بيصير. عند أبو حنيفة كره الزيادة عن الثمانية بس يجوز أن تصلي 100 ركعة بسلام واحد كجواز. بس خلاف الأولى كراهة إساءة لنقول لا ليس أكثر يعني بين الإساءة والتنزيه 100 ركعة بسلام. بس كل ركعتين في إيش مفروغ منه كل ركعتين في تشهد. في النهار كره الزيادة عن أربع لأن النبي ما ورد عنه صلى أكثر من أربع بسلام واحد. وفي الليل ما ورد عن النبي صلى أكثر من ثمانية بسلام واحد. بس كجواز يجوز أن تصلي ما شئت من الصلوات بسلام إيش؟
فأبو حنيفة أحب في الليل والنهار نصلي إيش مشايخنا؟ أربعا أربعا، وعند الصاحبين ركعتين إيش؟ ركعتين. هاي ولا وقال لا يزيد في الليل عن ركعتين بتسليم واحدة. مشايخنا هاي خلصنا من البحث، خلصنا من النوافل والسنن وال... إيش شيخي؟ ترى مشايخنا بس أنا حبيت أنبهكم على شيء، يعني بس آسف خطط ببالي خاطر، يعني الأوراد ليست خاصة بالأذكار، الأوراد بصلة الرحم، الأوراد بصلة الأوراد بالصدقة، الأوراد بقراءة القرآن ورد، الأوراد بالصلاة ديروا بالكم. والشاطر منا اللي بزيد أوراده في الخير، ممكن أنا ألزم نفسي كل يوم أزور والدي ورد، وهذا أجره أكثر من إيش؟ من الصلاة ومن النافل. أنا ألزم كل يوم نفسي بدينار أتصدق، هذا ورد، عملت لي ورد صدقة كل أسبوع 5 دنانير، ورد كل يوم دينار، ورد هذا كله ورد. فالأوراد هي شيء يلتزم به من الخيرات، أه؟ وبالتالي بدنا نوسع نظرنا في هذا، إنه إيش أزيد على نفسي أوراد خيرات بحيث تستغرق وقتي، يعني فيما بعد أصبح بفضل من الله عز وجل كل وقتي لله. يفترض يعني نشتغل هيك حتى نزيد كذا، نسأل الله يرزقنا. إيش يا أخي؟ قبل أن أشرع بركعتين ثانيات هل يجوز لي أن أتشهد الأوسط أني أسلم ما أقوم لأربع ثانيات؟ إذا نويت ابتداء أربعة، نويت أربعة بعد ركعتين الآن عشان أسهل عليه، النافلة ركعتين ركعتين في نفسها كلزوم، بس الأفضل نصليها أربعة. صلى رسول الله هي اثنتين اثنتين، بس الاثنتين اثنتين في لزومها، لكن الأفضل نصليها أربعا إدامة للتحريمة. فإذا أنا نويت أربعة وشرعت فيها، الصلاة تجب بالشروع، فشرعت وجب علي ركعتين مش أربعة، إذا قمت للثالثة وجب ركعتين الأخرين. فأنا وإن شرعت في أربعة وسلمت على رأس الركعتين لا شيء علي، لأن هي لا تجب أربعا أربعا، تجب إيش؟ ركعتين ركعتين. لذلك نقرأ في كل ركعة. طيب، والقراءة فرض. إيش يا شيخ أسامة؟ أنت اللي عدت اللي هنا عشان ضلت تسألني. طب روح هناك. مشيت صار جنبي أول كان بعيد. احكي. صلاة النافلة سيدي ركعتان ركعتان صلاة النافلة، بس اللهم تؤتى بها مع بعضها، فهمناها؟ وبالتالي دائما فيها قراءة. راح يمر معنا الآن فرض القراءة في جميع ركعاتها، واجب القراءة في جميع ركعات مثل الفريضة، الفريضة في أول ركعتين فرض القراءة، واجب القراءة في ركعتين، النافلة في جميع الركعات، لأنها هي ركعتان إيش؟ ركعتان، وإن صليناها أربعا بسلام واحد. المؤكدات شيخي ما جاب سيرة للمال للجمعة صح؟ ليش ما حكى؟ المؤكدة ركعتي الفجر، ركعتي الفجر وأربعة قبل الظهر، وسنتين بعد الظهر، سنتين بعد المغرب، وسنتين بعد العشاء، وزدوها أربعة قبل الجمعة وأربعا بعدها. أربعة هاي مؤكدة، ديروا بالكم. هاي وردت في آثار، أربعة قبل الجمعة بعدها. وترى علمكم شيخنا في البعض الآن يسوي لنا في المساجد بلبلة على صلاة ما قبل الجمعة، ونحن قلنا الأصل في الصلاة الفعل. أتيني طب دليل واحد يا ابن الحلال بيحكي لي إنه ما تصلي قبل الجمعة؟ لا، بقول لك الأصل في الصلاة المنع إلا إذا أتى دليل. من وين جبت هاي القاعدة؟ أقيم الصلاة كل وقت، قيم يلا، إلا إذا منعت. قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ قبل الأذان وبعده، صلي زي ما بدك. شو؟ لما الإمام يعني بيطلع يأذن في فترة بسيطة، في ناس يقولون بيصلي بيعترضوا عليهم، يقول لك ما في صلاة. لا 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 مطلقا. هي الأربعة قبل ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان. بعد الأذان. مو قبل الأذان ما دخل وقت.
قبل الأذان ما دخل وقت يا شيخي. الجمعة قبل الأذان ما دخل وقت. ما دخل وقت. قبل الأذان ما دخل وقت. تمام. إذا بعد الجمعة. طب بلحق إحنا هون عندنا. في أذانين. الأذان اللي بيعطوه على الراديو بين أذان المؤذن في وقت. لا حتى في المسجد وأنت في المسجد. أنت في بتصلي أربعة. قبل ما يطلع الإمام. بتصلي بس شوي. هم لا هم حتى الصلاة مطلقا يمنعون. بس أنا أشرح لك من وين جاء المنع. أول شيء يعني التفكير، أول شيء ما في اجتهاد مطلق وخطأ وخلل في التفكير، يعني هاي مفروغ منه. ولاحظ الاجتهاد الخاطئ شو بيعمل، جعل الأصل في الصلاة المنع، من هون جاءت الكارثة. واثنين مشايخنا الأذان الثاني أو الأذان الأول إذا صح التعبير، الأذان دخول وقت هذا أمر به سيدنا عثمان بتعرفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن فقط ذكروني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان أمر بأذان دخول وقت، فهم بيعتبروا لاحظتم أنه حتى فعل سيدنا عثمان كأنه هو بدعة، يعني كأنه في مشكلة فيه، وبالتالي النبي صعد على المنبر ولم يكن ينزل ليصلي. طب مين قال لك النبي كان يصعد على المنبر وقت دخول الوقت؟ كان يصعد ممكن في آخر دخول الوقت، تعرفون الظهر يؤخر في الصيف صحيح؟ وبالتالي كان يصلي الجمعة متى؟ بعد دخول الوقت بكم؟ بساعة ونص وساعتين. فهل عندك ما يثبت أن النبي كان يصعد على المنبر عند دخول الوقت؟ ما في. ووارد عن الصحابة، وارد عن النبي أنه صلى قبل الجمعة، قالوا صلى قبل الجمعة مقصود فيها الضحى. طب أنت أولت، والصحابة كانوا يصلوا قبل الجمعة، والمذاهب الأربعة فيها سنة الصلاة قبل الجمعة. وصلت؟ في المذاهب الأربعة فذات الجمعة قبلها أربع مشايخنا وبعدها أربعة، الظهر قبلها أربعة وبعدها ثنتين، مؤكدة أتكلم أنا. سيدي إذا بصعد مباشرة عادتهم صلوا ركعتين يعني. السلام عليكم وبيجلس بينتظر الأذان. يعني إذا ولابد بتصليها بعد. إحنا يعني إذا أنت ما لحقت الأربعة قبل الجمعة جيت متأخر بتصليها بعد الجمعة. بس بتأتي بأربعة. إيش يا شيختي؟ لا تصل ليس الأربعة، يصلى السنة قبل الجمعة. لأن والله الآن بتجد نسبة صارت جيدة في المساجد 20-30-40% من الناس ما بصلوا. أنا خطبت المسجد بسحاب مرة. سحاب هاي الوكر الوكر. والمحذرون يقول بعد الأذان مباشرة تطلع المنبر لأنه إحنا ما في صلاة. تأمل تأمل يعني قديش حريصين حريصين على تثبيت يعني افعالهم. يعني شخص جاء من برا دير بالك تسوي زي كذا. وايش بده يمنعوه من صلاه شيخ؟ يعني راح تحط المنع من ايش؟ من صلاه. لا يا شيخ انت بتدور مشاعر، ما احنا مش ملحقين الماده بتروح تسال اسئله خارجية. يعني بعد الصلاه بعد الجمعة هذا بسموه ظهر الاحتياط. حلوة هاي ظهر الاحتياط. احنا طبعا غريب بالنسبة لنا في الأردن، احنا خارج التغطية مناش في هالشغلات. لأنها بلد ناشئة فما ما فيها تراث تاريخي وموروث وكذا. في أكثر البلاد موجود وشائع، في أكثر بلاد المسلمين يعني معروف بيصلوا بعد الجمعة أربع ركعات غير صلاة الجمعة، غير السنة. أربع صلاة هاي بسموها ظهر الاحتياط. بسموها أحيانا. هاي فلسطين بقولك بعملوها. حزب التحرير. حزب التحرير. لأنه ما في. طبعاً هذه قائمة على إيش؟ ظهر الاحتياط. الجمعة لا تصح إلا بتوفر شروط. وشروط الجمعة كثير من الأحيان ما بتتوفر. صعبة. ما بتتوفر شروط الجمعة يعني مثلا نحن بنشترط في الجمعة المصر مثال مذهبنا بنشترط المصر بيشترطوا إذن الإمام يعني وجود إمام للمسلمين فبيشترط إذن الإمام فهناك ما بدي أدخل فيها فهناك شروط في الجمعة قد لا تتوفر
فخشت انه بعد شروط الجمعة لم تتوفر، بعد ما نصلي جمعة 100% منقوم ومنصلي 4 ركعات ظهر، خشت الجمعة تكون باطلة، بسموه ظهر الاحتياط. فنحن الآن شو بنحكي كحكم فقهي لها يعني شائعة، الناس الذي يصلونها لا يمنعون ولا يمكن، ومن لا يصليها لا يؤمر بصلاتها، لأن في النتيجة صلاة. وارد احتمال البطلان للجمعة لعدم توفر الشروط، والشافعية يشددون عليها أكثر من الحنفية كمان، يعني مش عند الحنفية موجودة، موجودة عند الكل. يعيدوا احتياط. نحن لا، الفتوى عندنا أنه ما بنأمر للشخص يفعلها، واللي بيصليها لا ننهاه عن فعلها لأنه يصلي ظهر الاحتياط. طيب ما شيخنا صلوا على رسول الله. حزب التحرير بناء أنه ما في إمام، ما في حاكم، ما في حاكم، لأنهم لابد من وجود الحاكم على الترتيب معين يعني، وبالتالي بس نحن لا ما بنقول هذا. يعني ليس من الشرط الحاكم على إطلاقه، يعني مؤلف علماء الهند رسائل في ذلك، يعني حتى ولو كنت في دولة كافرة ولو كان الحاكم كافر فيعتبر فيعتبر لا يعتبر. وألفوا كلام تكلموا كثيرا جدا في ذلك. لا، حزب التحرير أصلا هو من البداية يعني الحاكم مش موجود، مش لا يعتبر. لا، مستحبات، مستحبات كلها من المستحبات. الرواتب اللي حكيتها لكم بس شيخاتي، بس الباقي كله مستحبات. صلاة الليل، صلاة كله مستحبات. في حديث عديدة فيها، أنا نسيت في نقاش في ذلك وفي خلاف بين الصحابة، بس هي يعني منصوص عليها في الكتب أنها 4 ركعات يوجد روايات فيها، بس في إنكار يعني، في روايات فيها إنكار، بس هي يعني منصوص على أنها شيء سنة يعني أو مستحب كما تريدون. طيب صلوا على رسول الله. القراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين. لاحظوا، الفريضة واجب علي أني أقرأ آية في ركعتين، لا فرض علي أن أقرأ آية في ركعتين، ركزوا معي بالله فيها، الفريضة فرض علي أن أقرأ آية في ركعتين، أي ركعتين فرض، فرض. طب ما هو الواجب؟ أن تكون الآية في أول ركعتين. أعيدها، الفرض علي في الفريضة أن أقرأ آية في أي ركعتين، والواجب أن تكون الآية في أول ركعتين. الآية نتكلم، ما زال كلامنا في الآية، الفاتحة والسورة واجب أن تكون إيش؟ في ركعتين. والسورة واجب أن تكون في ركعتين، وواجب أن تكون في أول ركعتين. أعيدها، هي شوي بتعلم. آية، مش احنا حكينا فرض الصلاة آية، فرض الركعة آية، كل ركعة آية، بس في الفريضة في ركعتين. فرض علي أن أقرأ آية في ركعتين كفريضة، كفريضة كفرض يعني في ذمتي، واجب آية في ركعتين صح؟ طب أي ركعتين؟ في أول ركعتين، بس حكم القراءة في أول ركعتين واجب. في آية في آية في ركعتين مطلقا، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، هذا فرض، بحيث إن لم تأتي بآية في ركعتين بطلت صلاتك. بس إن قرأت الآية في غير أول ركعتين علي سجود إيش؟ سهو. هذا بخصوص الآية. الآن بخصوص الواجب اللي هو الفاتحة والسورة، فتجب إيش؟ في ركعتين وفي أول إيش؟ ركعتين. والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، وهو مخير في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. إذن هنا عندما قال والقراءة في الفرض واجب في الركعتين الأوليين، يقصد فيه واجب القراءة، يقصد فيه أي اللي هي الفاتحة وإيش والصورة، واجب القراءة وهي إيش؟ الفاتحة والصورة. توافقون؟ طيب أول ركعتين لازم أجب فيهم فاتحة وصورة،
آخر ركعتين ماذا أفعل؟ أصبح يسن أن تأتي بالفاتحة فقط، هذا في صلاة الفريضة يسن. ويمكن أن أسبح ويمكن أن أسكت، بس في التسبيح والسكوت في كراهة. فيها شيء؟ وقالوا خلاف الأوليان. انتهينا. كلامنا في الإمام والمنفرد. المأموم ما عليه بتعرف ما بيقرب المرة. مشيخنا هذا بتعملوا بس انتم مشوشين شوية. انتم الآن مش في الفريضة بتقرأوا في أول ركعتين الفاتحة وصورة، وفي آخر ركعتين ايش بتقرأوا؟ الفاتحة والصورة واجبة والفاتحة سنة. طب لو ما قرأت فاتحة وقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حققت السنة في الثالثة والرابعة. لو سكتت بقدار ثلاث تسبيحات وركعتي صحيح، بس تركك للفاتحة خلاف الأولى، كراهة التنزيه أو كراهة إساءة على أسوأ ما يكون، لأنها سنة في الثالثة والرابعة سنة. في الروايات لو نظرت في الأسفل، في الروايات في الأسفل اقرأ، يعني هاي الروايات في الأسفل مذكورة أمامكم، انظروا سبقت يمكن لما تكتبوا صفحات سابقة، يعني انه كان علي بن مسعود يقرؤون في الأوليين ويسكتون في الأخرين، يسكتون سكوت، وهذا مروي عن سيدنا علي وعن سيدنا ابن مسعود فموجود. لا 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 الإمام والمنفرد، شيخ المؤتم ما احنا حكينا ما بيقرأ. طيب هيك بضلوا مع الله يا رب. شيخ الآن ذكر الأسبوع الماضي رجعت راسي على الرجل. هيك شيخ بس حاولت كم مرة هيك مع الله هيك لحظات شوفي كيف ما أحلاته. هل في أقوال في قول محمد إيش يقرأ؟ يقرأ قول بس، قول محمد يقرأ بس. والله يا سيد عدم القراءة رائع والله. لا تأخذوا له شيء، خليك على قوله رائع والله، بس تجربون نكهة. يعني عامة المسلمين الآن احنا وما بقرأه طول تاريخ زي هيك، ما لك علقته هيك لحظات صمت مع الله. الصلاة السرية في النفس، والسرية مع الله، مش عارف يا ابن حسير مع الله مش ضبط. شو لا بده يبقى مقدار ثلاث تسبيحات. ضربت من ثلاث تسبيحات. كيف؟ كيف؟ ثلاث تسبيحات. راح تجدوها بس تتعودوا عليها انها من ألذ الأشياء في الصلاة. هيك لحظات صمت مع الله. مريحة. قلب هيك هادي، وأنت إيش بدك غير هيك؟ بس الإنسان بس ما يعتاد إيش بيستغرب ومش أكثر يعني. أسبوعين بس وبتسلك. صعب على الإمام لما يصلي مأموم. شو؟ صعب على الإمام لما يصلي مأموم. طيب مشايخنا الآن ننتقل القراءة، بس لا تنسوا الثالث والرابعة يسبح أو يسكت، وهذا وارد عن سيدنا علي بن مسعود. الآن لو سمحتم 328 تطلع لكم مكتوبة هون عشان تشوفوها. 328 أنا عندي أشوف صحيح التوثيق ولا لا. يا رب تغفر لنا. هي موجود هنا التوثيق مظبوط. يعني لاحظوا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخرين، في صنف ابن أبي شيبة عن أبي رافع كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم الكتاب بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخرين أصلا ما بيقرأ. وعن علقمة بن قيس رضي الله أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهرف وفيما يخافت في الأوليين ولا في الأخرين، وإذا صلى واحد قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخرين شيئا. يعني يوجد روايات كثيرة. طيب يا شيخنا والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل. الفريضة نحن حكينا أول ركعتين بقرأ فاتحة وسورة، آخر ركعتين فاتحة أو بسبح أو بنصد. النافلة لا، بده يقرأ في جميع الركعات فاتحة وسورة، لأن كل ركعتين صلاة على حدة وإن لم أسلم حتى لو أربعة. الوتر لأنه له شبه بالفريضة وله شبه بالنافلة فيقرأ في الثلاث ركعات فاتحة وسورة. فيها إشي؟ الوتر له شبه بالنافلة وله شبه بالفريضة،
فيقرأ في الثلاث ركعات فاتحة وسورة، وهذا مروي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الوتر نقرأ فاتحة وسورة في ثلاث ركعات. خلصنا؟ جذبنا؟ شو؟ السنة في جميع الركعات فاتحة وسورة، في جميع الركعات. مذهبنا ومذهب غيرنا ترى دائما الثلاثة، ترى يعني الناس لو تعودوا في الفرض آخر ركعتين فاتحة بس يصلي سنة أربع ركعات بيقرأ فاتحة نفس الشيء. لا، النافلة يقرأ فاتحة وسورة واجب. إيش النافلة اللي سنة مؤكدة؟ كل هذا نفسي، ما في فرق بالأحكام فيها، ما في فرق نهائي. كيف؟ أنا بعرف عند الكل هاي القراءة الفاتحة والسورة في السنن عند الكل إنه تقرأ فاتحة وسورة. خلاف الأولى إن تزيد سورة، خلاف الأولى. لا، قراءة قرآن عرفته، خلاف الأولى. طيب، ويصل ونوصلنا، ومن دخل في صلاة النافلة ثم أفسدها قضاها. إحنا حكينا لكل مذهب الحنفي مذهب تربوي صحيح، بس تقف وراء الإمام، تقف مؤدب ساكت، بس تروح على الجمعة بتقعد وضل تيجي تتحرك، صح؟ بتقومش تصلي. أيضا الآن من أكثر الأشياء النافعة لنا في حياتنا إنه الإنسان إذا فعل الخير يستمر عليه ولا لا؟ نحن كلنا بنبدأ في الخير ترى، كلنا بنبدأ، بس اللي بجذب فيه وبيستمر عليه قليل، والباقي شو بيعمل؟ بفلل. فالحنفية لا، بتمسكين إذا شرعت في صلاة شو عليك؟ عليك تكملها، ممنوع تتركها. وبحتج ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا أفضل أعمال العبادات، فكيف تبطل عبادة؟ أنا شرعت في صلاة بعدين بطلت، فلذلك تجب لهذا. وأتموا الحج والعمرة لله. في المذاهب الأربعة إذا شرعت في حج أو عمرة نافلة تجب عليك، لازم تكملها، وإذا أبطلت تقضيها. طب يا عم الحج ما هو هلاك وتعب، ومع ذلك إذا شرعت فيه يجب وجب، والعمرة كذلك، من باب أولى الصلاة أن يكون لها نفس الحكم. فهمنا؟ وأتموا الحج، وما احتجوا بالآية أتموا، قلنا نفس العلة. وهذا إثلاث، لذلك الصلاة والصيام عندنا إذا شرعت فيه يجب. إثلاث النذر عندما أقول لله علي أن أصوم يجب، صح؟ والشروع أقوى من مين؟ نذر. وفي الصيام ورد يقاس عليه الصلاة، أنه حفصة وعائشة سألان النبي أنه صلى بعدما صام أفطر قال لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. فإذا أوجب عليهم صيام يوم أفطرا في نافلة. فهمناها؟ فأدلة كثيرة للحنفية على أن النافلة إذا شرعت فيها تجب، النافلة إذا شرعت فيها ما حكمها؟ واجبة. خلصنا؟ في حال فتح المسجد والإمام أقام الصلاة، لديك نافلة وأقام الصلاة، بعد ما لازم أسلم وحق الإمام تكملها. حلوة. النافلة لا تترك، ليش تتركنا؟ وجود. وإذا خرجت منها تقضي. طبعا شيخي عشان تشوف الصورة بتخلص النافلة، هو لسه بقيم. هو لسه بقرأ في الفاتحة، فليش تتركها؟ ما تترك النافلة، لا تترك، طالما شرعت فيها أكملها. مؤول على صور أخرى يعني، بس لا تترك.